بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الأعزاء على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، أهلا بكم، معكم أيمن إبراهيم في سلسلة حلقات كواليتي ساينس وعلوم الجودة. هنستكمل مع بعض الـ 7 كواليتي كنترول تولز أو الـ 7 بيزك كواليتي تولز. المرة اللي فاتت اتكلمنا على أخذنا انترودكشن وأخذنا الشكاوى أو الكوزن ديفكت، واتكلمنا على الهيستوجرام والباريتو والسكاتر دياجرام والفلو دياجرام. النهارده هنتكلم على التشيك شيت. التشيك شيت من الحاجات المهمه جدا اللي لا يخلو مصنع او مؤسسه تجاريه او مؤسسه بتعمل في مجال الزراعه والباك هاوسز او في سبلاي تشين اللي هي الامدادات وعمليات التخزين والتوزيع والكلام ده كله، لا تخلو من التشيك شيت. بيساعد ان هي تجمع الداتا وتجمع البيانات وتساعد على مراقبه العمليات بشكل جيد. هنتكلم النهارده ان شاء الله على 4 نقط رئيسيه. هنتكلم ايه هو اللي تشيك شيت، ازاي امتى بنستخدمه، ايه انواع الاربعه الاساسيه وازاي بنستخدمه، وهناخد امثله ازاي بنفعله او بنعمل تشيك بوكس والسمارت تشارت على الاكسل. لو بنتكلم على التشيك شيت بشكل عام، هو تولز اداه تستخدم لجمع البيانات المختلفة من موقع معين. الهدف منها ان هي تساعدنا على تحليل وفهم الواقع وضبط الاداء. الداتا عندنا لها نوعين، عندنا اما quantitative data اما qualitative data. quantitative data هي اي حاجة لها رقم بتتعد، زي الطول، زي الوزن، زي درجة الحرارة، زي الوقت. الكواليتيتيف داتا هي حاجة بتشرح الكواليتي او جودة الشيء او بتشرح الخصائص بتاعته، زي بالظبط في مطعم بنقول ناس ايه رأيكم في الاكل، هل هو طعم جدا، هل هو نص نص، هل هو مملح، هادئ، حار بشدة. فبناخد كواليتي انواع الكوينز في جار معين، لو في مطار معين وناس بتتبرع من بلاد مختلفة، فانت بتقدر تشوف اكتر البلاد بتتبرع وبتعمل دونيشن للمؤسسات الخيرية، او شكل الحلويات الكانديز المختلفة جوه الجار، الحلويات الحاجات اللي بتاعت الاطفال اللي بليها اشكال مختلفة. بنتكلم في كواليتي وكاركترستكس للشيء، ما بنتكلمش في كاونت، ما بنتكلمش في اعداد. طيب امتى بنستخدمها؟ طبعا بنستخدمها بهدف جمع البيانات المختلفة بانواعها المختلفة اللي بتساعدنا على فهم الاوبريشنز بتاعتنا، العمليات بتاعتنا، وبتساعدنا على ازاي نطور ادائنا. في السكس سيجما طبعا اللي هي حديث الساعة، طبعا هذه الساعة من 20 سنة يعني الناس بتتكلم عنها وبتستخدمها في المراحل المختلفة. الفريم ورك بتاعها اللي هي دي اللي هي ديفاين، وام ميجر، واي اناليسيز، واي امبروف، والسي اللي هي الكنترول. طبعا هنتكلم عليها بالتفصيل ليها محاضرات بعد كده ان شاء الله. بتستخدم تشيك شيت اجا تولز في الداتا كوليكشن. في الكواليتي كنترول طبعا على خطوط الانتاج وفي العمليات المختلفة، بيساعد ان انا ارصد المشاكل، ارصد العيوب، ارصد الحاجات اللي بتترفض حالات عدم المطابقة، بيساعد ان انا ارصد المنتجات المطابقة ومراقبة خصائص المنتج، بحيث لو في اي حدود ببتدي اتدخل وارجعه تاني في الحدود المقبول بيها. لو انا عندي انواع مختلفة من المكن او اشخاص بمهارات مختلفة او مستوى اداء مختلف من شيفت لشيفت وهكذا، او من موقع لموقع، فالداتا دي بتساعدني ان انا التشيك شيت بيساعدني ان انا اجمع البيانات عشان اعمل المقارنات وارفع اداء العمليات عندي بشكل عام. هنتكلم بعد كده على ايه الاربع انواع الاساسيه البيزك سايف او تشيك شيت. عندي بروسيس probability distribution، عندي الديفكت تايب، وعندي الديفكت لوكيشن، وعندي الديفكت كوز شيت. اول واحد هنا البروسيس probability distribution، بصمم
تشيك شيت زي ما انتوا شايفين هنا، فبالتالي بقدر اسجل هنا بسجل البيانات بتاعت المكان والتاريخ ومين اللي المسؤول والكلام ده كله، وهنا بسجل الاعداد، وهنا بسجل مثلا المقاسات المعينة اللي انا باخدها. انا عندي مثلا lower limit وعندي upper limit خلاص، وهنا في الاخر بجمع بعمل submission اللي انا بعلمه، وكل جزء بيبقى 5 × 10 × 15، بحيث بقدر اقول انا لو منتج عندي الاطوال معينة بتاعت المنتج بتاعي او الاوزان، انا عندي ده lower limit وده انا عندي upper limit. لو زاد ده لازم ارجعه تاني، ولو قل لازم ازوده تاني. مثلا على سبيل المثال لو ناخد مثلا وزن عصير جوه الازازه، لو هو اقل من الوزن معناه ان انا بخالف القوانين، ممكن تيجي عندي غرامات، ممكن عندي شكاوى عملاء. لو ازيد من الوزن معناه كده انا بتتكلف فلوس زياده وتقلل تكلفه المنتج بتاعك. بعد كده الديفكت تايب شيت. الديفكت تايب شيت ده مهم جدا، انت من خلال معرفتك بالمنتج بتاعك وخبرتك، فانت بتحصر ايه كل العيوب سواء من الداتابيس بتاعتك، من الهيستوري او من البنش مارك اللي بتعرفه لو انت اول ما تشتغل في الصناعه، وبتتولى حصر العيوب اللي بتظهر عندك في المنتجات في ايام مختلفه او شفتات مختلفه، عشان تقدر بعد كده تعمل اناليسز ليها وتقدر تتعامل معاها بشكل جيد. فبتعمل جدول بسيط زي ده هنا في كل العيوب، وهنا في عدد الايام، ممكن الايام دي تحط مكن، ممكن تحط شيفت زي ما انت عاوز خلاص، وبتبتدي تقيس تشوف العيوب دي بتظهر في اليوم ده اكتر. اقول لك ده يوم اللي الناس تاخد جمعه او سبت اجازه مثلا، او سبت وحد، يوم الاثنين مجهدين فنسبه العيوب بتزيد مثلا يوم الاثنين مثلا. ممكن تقعد تعمل اناليسيس بقى وتحاليل ايه اكتر الايام العيوب فيها بتزيد، اكتر الشفتات، اكتر الاوقات مثلا، اوقات اللي هي نهايه الشفت، اول الشفت كده يعني، شفت بالليل الناس تبقى مجهده مثلا فبتنام فنسبه العيوب بتزيد وهكذا. فبيساعدك ان انت تبقى عندك رؤيه كامله، مش بس بتحصر العيوب وبتربطها، بتساعدك از تولز في الكوزند افكت، بس بتربطها بفاكتورز مختلفه، وبتستخدم التولز التانيه عشان تعمل عملية المقارنات وتعرف فعلا ازاي تعالج العيوب بتاعتك بشكل جيد. بعد كده احنا بنتكلم على الديفكت لوكيشن شيت. الديفكت لوكيشن شيت ده بيساعدك لو انت عندك عيوب بتظهر، بس العيب ده بيظهر في اكتر من مكان على المنتج بتاعك، وكل مكان بيظهر فيه ده ليه خلل معين في المكان اللي موجود او في طريقه العمل او وات ايفر الاسباب. فناخد مثلا صناعه السيارات، هو عنده بتظهر عيوب في البادي بتاع العربيه، في جسم العربيه، فمش بس عاوز يحصل العيوب، وعاوز يحصل عيوب واماكنها، وعنده مكن متركب وبيشتغل بشكل او باخر، فعاوز يعرف العيوب متركزه على الباب وفين في الباب بالظبط، متركزه على الرفرف، متركزه على السقف وهكذا خلاص. فانت بتحط الاثنين مع بعض، بتحط الرسمه بتاعت العربيه، وبتحط التشيك شيت، الديفكت تشيك شيت بالعيوب بتاعتك، فانت بتسجل العيب وبتحط نقطه على مكان العيب اللي انت لقيته. فده الميزه هنا، ان هو مش بس حصل لك العيوب، لا، وحصل لك اكتر الاماكن، بتشوف بقى المكنه اللي بتحقن هنا، او اللي بتدهن، او اللي بتعمل، او اللي بتثبت، يبقى ده هنا المكنة فيها مشكلة ما، الدراع ما بيوصلش للآخر، بتشوف المشكلة وبتبتدي تعالجها بشكل جيد. يبقى انت هنا حدد لك العيوب وحدد لك أماكن العيوب على المنتج بتاعك. النوع الرابع والأخير ألا هو الديفكت كوز شيت. ده لما بتطلع الديفكت وبعد كده بتعمل برين ستورمينج أو كوز أند إفكت، وبتقدر تحدد إيه الأسباب المحتملة لكل عيب. فانت اللي تشيك شيت بتضيف عليه خانه كمان، كل ده لعيب قدامه اربع احتمالات مختلفه، ممكن يبقى من كذا، ممكن يبقى من كذا، ممكن يبقى من كذا، يبقى اربع اسباب محتمله لهذا العيب. وبتبتدي الراجل على خط الانتاج الكيو سي او البرودكشن سوبرفايزرز خلاص، بالعيب بيظهر وبيراقب ده حصل من ايه، حصل نتيجه دراع المكنه ما بيوصلش، حصل من ايه، حصل ان العامل ما اخدش باله،
يبقى انت بتعلم على العيب وبتعلم على الكوز بتاعه. يبقى انت في الاخر تقول العيب ده اتكرر 10 مرات، 6 منهم بسبب المكنة او 6 منهم بسبب العامل. يبقى انت بتقدر تحط ايدك على السبب الاساسي اللي بيسبب اكتر نسبة عيوب وتبتدي تتفاعل معاه. يبقى هنا بيبقى شيت ثلاثي بتحط فيه الديفكت خلاص، بتحط قصاده الثلاثة كوز المحتملين، بتحط الرسمة بتاعتك. فانت بتسجل الديفكت وبتسجل السبب اللي انت شفته في صورة الانتاج وتسبب مكانه موجود فين. ده از تولز اولية بيساعدك ان انت تظبط الشغل بتاعك، وانت كده ميزت عرفت العيب وعرفت المكان بتاعه وعرفت السبب اللي موجود ليه. بعد كده هنخش ازاي تكريت او تنشئ التشيك شيت. ببساطة لازم تحدد ايه الموضوع او المشكلة اللي انت عاوز تراقبها او عاوز تتابعها. بعد كده بتحدد امتى البيانات دي انت محتاج تجمعها، هل على مدار الشيفت، هل في اول الشيفت، هل في اخر الشيفت، الصبح، بالليل، ومدة قد ايه. يعني انت عاوز تجمع الداتا مثلا يوم كفاية، اسبوع كفاية، شهر كفاية، سنة كفاية. طبعا تختلف حسب طبيعة الصناعة وحسب طبيعة الاوبريشن. لو انت عندك مصنع والناس بتشتغل بآلية ثابتة فبتقول 24 ساعة مثلا بتديني فكرة عامة. لو عندك في سيزوناليتي يبقى انا باخد الهاي سيزون، ده اكتر وقت بقيس فيه فبقدر اشوف مشاكلي في الهاي سيزون، بالذات في الشركات الحصاد الزراعية او الكلام ده كله، او بعض الصناعات اللي هي بتشتغل في موسم معين زي صناعة السكر مثلا من البنجر، هو بيشتغل 4 شهور في السنة، فهو لو بيقيس في ال4 شهور دول. وبتبتدي بعد كده تصمم النموذج بالشكل وبتحط العوامل اللي انت عاوز تشتغل عليها. بعد كده بتبتدي تدرب الاشخاص وبتبتدي تجربه لفترة معينة بحيث تتأكد ان هو الديزاين بتاعه ده هو مناسب ليك وتقدر تشتغل عليه بشكل جيد. وبالتالي بتبتدي تديه للشباب اللي سواء في مراقبة الجودة او مراقبة الانتاج، يبتدوا يستخدموه ويحسنوا اداء الاوبريشنز بتاعته. طيب هناخد بعد كده ازاي نشتغل على الاكسل بقى. يعني ده لو انت بتصمم ورق على سواء شيت عادي عايز يستخدم كهارد كوبي خلاص طبعا، يعني سواء بتصممه على الوورد او بتصممه على الاكسل بشكل بسيط وبتطبعه ويبقى نموذج كده فورم مع الناس بيملاه على خط الانتاج. طب لو انا عاوز اطور استخدم ده ايه الكلام ده، ابقى عندي تشيك شيت على الاكسل واستخدم على تابلت او استخدم حاجه زي كده، فاحنا هناخد النهارده حاجتين بس بنصح على نعرفك الطريقه وانت بتخش ايه بتتعرف على التولز الثانيه. وزي ما قلنا مجال العلم مفتوح ملوش حدود. فاول حاجه هنتكلم ازاي نعمل التشيك بوكس اللي بنشوفه في بعض السمارت شيتس اللي بيجي لنا من بره اللي بنشتغل في الانترناشونال. اول حاجه في ايكون اسمه ديفلوبر، خلاص الايكون ده ممكن ما تلاقوش عندك في الاكسل، فانا اول حاجه هنتعلم ازاي نطلعه من الاكسل. خلاص اول حاجه هتفتح الاكسل بتاعك، طبعا احنا بنستخدم فيرجن من فوق 2006 وانت طالع 2016 2017 الفيرجنز دي عشان تقدر تلاقي الكلام اللي احنا بنقوله. خلاص فانت شايف قدامك هو الداتا، خلاص بتروح دايس عليه بتدوس عليه رايت كليك خلاص، وبعد كده بتختار كاستمايز ذا ريبن اللي هو نمره واحد. خلاص بناخد بنختار الداتا بنعلم عليها وبعدين بندوس رايت كليك ناخد كاستمايز ذا ريبن. خلاص بعد كده بعد ما ندوس عليه بيظهر لك الصندوق ده. بعد ما بيظهر لك الصندوق ده بتخش على هنا الديفلوبر على الجزء اليمين وبتعلم عليه، وبعد ما تعلم عليه بتدوس اوكي. خلاص بيظهر لك هنا فوق
مع بيظهرلك الزرار بتاع الديفلوبر مع التيب فوق خالص كده خلاص. بتبتدي الديفلوبر بعد كده ايه هندوس عليه خلاص، هيظهر لك دي جوه. بعد ما يظهر لك دي جوه هتدوس على انسرت. انسرت هنا هيفتح لك صندوق خلاص. هنختار هنا التشيك بوكس اللي هو ده، هتختار التشيك بوكس خلاص. مجرد ما تختار التشيك بوكس هتظهر لك علامة اكس على شيت الاكسل. اول ما هتسيب الماوس بتاعك خلاص هيظهر لك التشيك بوكس قدامك اللي انت بتقدر تعلم عليه. بعد ما يظهر لك التشيك بوكس هتبتدي تعلم عليه وتدوس رايت كليك وتختار فورمات خلاص. تختار فورمات كنترول، او ما تختار فورمات كنترول هيطلع لك الصندوق ده. هتدوس على كنترول، ان الكنترول ده هتبتدي تختار الخلية اللي انت عاوز تحط عليها التشيك بوكس يقدر يقرأ منها البيانات او تربطه بخلية معينة خلاص. بتبتدي بتختار الخلية، بتبتدي تظهر هنا، وبعد كده بتدوس اوكي خلاص. بتبتدي ايه بتتربط الخلية خلاص بالتشيك بوست، علمت عليه ترو، ما علمتش عليه جالك ايه فولس. طيب لو انت عاوز التشيك بوكس ده متحركش في مكانه، مش كل واحد ياخده ايه ينقله من مكان لمكان، بتخش على بروبرتيز خلاص وتبتدي سيلكت دونت موف من هنا خلاص، فبالتالي بيفضل مكانه ثابت ما بيتحركش. نيجي ناخد مع بعض كده مثال عملي مع بعض. هنفتح التشيك شيت مع بعض. دلوقتي هناخد العملي اللي احنا اتفقنا عليه. عندنا الديفلوبر اللي احنا عملنا له كرييشن اهو، لو احنا خرجنا منه من الظاهر بندوس عليه تاني وبنختار انسيرت. من انسيرت بختار التشيك بوكس، بيطلع عندي علامة بلس، بختار المكان اللي هي اي مكان انا عاوز احط فيه. اول ما ادوس على ليفت كليك الزرار الشمال بيظهر لي اهو. بعد كده بدوس على الزرار اليمين تطلع لي الفورمات كنترول. من فورمات كنترول بختار من كنترول هنا، بختار بدوس هنا على السهم. هيفتح لي يقول لي اختار الخليه، فبختار الخليه اللي عاوز يظهر فيها نتيجه الكليك على البوكس ده او التشيك بوكس. فبختار مثلا الخليه دي وبدوس انتر خلاص. وفي نفس الوقت اروح دايس اوكي. فلو انا دست على الزرار كده بيظهر لي ترو، لو انا دوست عليه تاني بيظهر لي فولس خلاص. بعد كده لو انا مش عاوز اتحرك من مكان زي ما اخدنا، بدوس على الزرار الشمال كومات كنترول، باجي هنا عند بروبرتيز وبختار دونت موف اور سايز وسيز خلاص. فايه بنختار اهو، مهما اتحركنا اهو خلاص زي ما انتم شايفين كده بيفضل مكانه ثابت في مكانه، ما بيتحركش خالص. طيب بعد كده انت ممكن في الاخر كرييت او تنشئ التشيك شيت بتاعتك وانت بتفحص اي حاجه، وتحط ملاحظاتك لو الحاجه فولس، لو الحاجه اتس اوكي خلاص. وبتصمم اي حاجه هنا بتحطها، بتحط خانه الكومنتس، بتحط خانه الستاندرز، تحط الحاجة اللي انت هيبص عليها وبناء عليها هيقول اتس ترو او فورس. دي مدخل ممكن لو عاوز يدور على تولز تانية او يطور نفسه بتولز تانية، عرفنا الطريقة وعرفنا المكان، يخش يقرا على كل بوكس من دول وكل شكل من دول، ويبتدي تو ديفلوب الكواليتي كنترول تشيك شيت بتاعته جوه الشركة. وكده يبقى احنا نهينا هاو تو كرييت تشيك بوكس على الاكسل. بعد كده هننتقل للنقطة التانية. بعد كده هنتكلم على ازاي ننشئ كرييتيف انتراكتيف شيت خلاص. فهنفترض مثلا ان انت بعد ما جمعت الداتا بتاعتك وعملت اناليسز خلاص، وعندك الصندوق ده فيه بيقارن البروفيت بتاعك او المكسب بتاع الادارة بتاعتك او الشركة بتاعتك مقارنة بالكومبيتيتورز بتوعك، كومبيتيتور A أو كومبيتيتور B، أو بتقارن شيفت بين شيفتين تانيين، أو بتقارن أي شيء بأشياء أخرى سواء على مستوى جوه الشركة أو على مستوى
مستوى الشركات او على مستوى الادارات جوه الشركه. فانت عندك في السنه في 4 كوارترز، 4 كوارترز اللي هو الربع الاولاني والثاني والثالث والرابع، وعندك المقارنات ايه موجوده. اول حاجه ان انت بيظهر عندك الشكل ده طبيعي، هنتكلم ازاي بنعمله مع بعض. على سبيل المثال ان انت بتختار الجدول وبتنشئ التشارت زي ما انتم شايفين، وبعد كده بخش على التشارت ده بعد ما انشأته في المرة دي. هنبتدي بعد كده نغير شكل التشارت بتاعت الكومبيتيتورز خلاص، وهنخليها لينير عن طريق ان انا بدوس عليه وبرايت كليك، ابتدي بغير الفورمات من عمودية كده بخليها لينير بتبقى بالشكل ده كده خلاص، وابتدي بعد كده ايه ادوس اوكي، فالشكل عندي بيظهر بالشكل كده. يبقى ده عندي النتائج بتاعتي، ودي نتائج الكمبيوتر A ودي نتائج الكمبيوتر B. طيب بعد كده ازاي اربطهم بقى، ازاي اعمل سمارت خلاص. بنشئ 2 تشيك بوكس فوق خلاص، وبعمل جدول هنا بكتب فيه كومبيتيتور A وكومبيتيتور B، وبربط التشيك بوكس هنا بالصندوقين دول، يعني بربط كومبيتيتور A بهنا بالصندوق اللي قصاد كومبيتيتور A، وبربط كومبيتيتور B بالبوكس أو الخلية اللي قصاد كومبيتيتور B. وبعد كده باخد الصندوق ده وبنشئ واحد زيه وبربطه، بربط الداتا بالداتا دي بالصندوق ده بإف كونديشنز، هنشرحها طبعا بالتفصيل خلاص. يبقى انا بعمل ايه، بنشئ صندوق تاني، الداتا دي بخليها تقرا هنا، والقراءة دي مرتبطة بالحالة بتاعت الصندوق ده، بس لما بدوس على التشيك شيت ده بيتغير، وده بيتغير بناء على النتيجة، يا اما بيقرا يا اما ما بيقراش من هنا. فانا لو دوست الاثنين هنا فبتظهر عندي ان المقارنة ما بيني وبين الاثنين كومبيتيتور، اوكي استنيت خلاص مش كده يا جماعة. اوكي طيب، فلو دوست الاثنين فاضي بيختفوا خلاص، لو الاثنين فولس هنا، لو الاثنين ترو ظهروا عندي، لو الاثنين فولس الاثنين اختفوا، انا دوست براوزر فيهم. لو عاوز اخلي واحد بس يظهر بقارن انا بكمبيتيتور A وبشرح، بعد كده بقارن بكمبيتيتور B وبشرح ده لو دوست ده وقفلت ده بيتلغي وده بيظهر مكانه. طيب ناخد مثال توضيحي بس عشان دي تبقى سهله عند الناس. دلوقتي هنتكلم على الانتر اكتيف تشارت. بعد ما جمعت الداتا بتاعتك في التشيك شيت وعاوز تحطها في التشارت وتعرضها بشكل مميز، هناخد نموذج بسيط يسهل لنا ازاي تعرض بياناتك بشكل ذكي جوه الشركه، ويبقى في نوع من الكومبيتيشن. لو انت عاوز تقارن الداتا بتاعتك بالرسمه اللي احنا اخدناها، الداتا بتاعتك مقارنه بالمنافسين A و B، او بتعرض نتائج خطوط انتاج مختلفه في نفس الشركه، او نتائج شيفتات، شيفت الاول الثاني والثالث وبالقرب. انت بتساعدك المخرجات بتاعه التشيك شيتس بتساعدك ان انت تعمل المقارنات دي. فانا زي مقارنه مثلا الاداء بتاعك، عاوز تقارنه مع الكمبيوتر الاولاني بيظهر، عاوز تقارنه مع الكمبيوتر الثاني انت بتقارن نفسك مع الناس دي كلها، عاوز تعرض بس النتائج بتاعتك بتعرضها مع واحد بس، بتعرضها ايه مع واحد بس. طب ازاي ننشئها، احنا شرحناها، هناخدها عملي بقى دلوقتي عشان الناس اللي ماسكين اجهزه الكمبيوتر معاهم يعرفوا يبسطوا الدنيا. هتاخد كوبي وبيست من هنا، هنحطه هنا وهنحطه هنا برضه، وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هتيجي هنا هتنشئ 2 تشيك بوكس زي ما اخدنا خلاص، كلكم عارفين طبعا ما شاء الله. هنا اكتب هنا امسح هنا دي مثلا، واكتب هنا ايه، هنا ايه كومبيتيتور ايه خلاص، واعمل تشيك بوكس تاني واحطه هنا
جنبه، وأحفظ هنا كمبيوتر بيت. خلاص كمبيوتر إيه بيت، خلاص كده يبقى هما دول إيه التشيك بوكس اللي هو إيه موجودين هنا عندي. وهاجي هنا أنشئ أنشئ جدول بسيط خالص أهو كده. خلاص باخد هنا العنوانين بتاعهم، ده الكمبيوتر A و B. خلاص وهربط دول بالخلايا دي عندي. فأنا مثلا عندي هنا مثلا أنا عاوز أربطه، هدوس رايت كليك وفورمات كنترول، وهدوس على السهم هنا وأجي هنا وأدوس دوس انتر، فبيظهر عندي الخلية اتس اوكي. لو دوست هنا شايفين، لو دوست هنا بتظهر عندي ترو، لو ما دوستش عندي فولس. نفس الكلام اللي تشيك شيت التاني، روح على فورمات كنترول اهو واختار السهم واختار الخلية ودوس انتر، وبعد كده بتظهر رقم الخلية رقم، وبعد كده بيدوس ايه اوكي، فبتظهر عندي هنا. لو هنا بدوس هنا كليك بقت ترو، شلت الكليك بقت ايه فولس. طيب هعمل انا هنا ايه، دول كده انا همسحهم خلاص وهربطهم كلهم ببعض. هقول ايه، هقول هنا قاعدة اف اف اهي، وافتح قوس يعني بعمل يساوي بعدين اف وبفتح قوس. بعد كده لو الخلية ايه اللي بتاعت الكمبيوتر الاولاني دي ترو، شوف القاعدة يا جماعة مرسومة تحت خلاص. بحط كوم اهي زي ما موجودة، بقول له اختار لي النتيجة اللي موجودة دي. طب لو هي مش ترو بقى، بحط كومة تانية وبعمل قوسين هما تو كومز خلاص، وبكتب ايه ان ايه ان ايه، واقفلها بكومه كده وبروح اقفل القوس خلاص كده. طب انا لو انا لو جيت هنا دوست هنا، شوف هنا ترو واحد ظهر 12%، دوست هنا فولس ظهر ان ايه. خلاص اخدهم على نفس الايه الاشكال هنا، وادي علامه تساوي اف، واروح فاتح القوس لو دي ترو خلاص كوما اختار لي ايه دي. لو مش كده بحط كوما تانية اكتب لي ايه ان ايه خلاص، وبقفل القوس وبقفل ان ايه بالتو كوما وايه، وراح ايه اقفل القوس خلاص. بفتح زي ما شايفين اهو ترو فولس، نفس الكلام اهو هنا وهنا ايه بلوس واف، وبفتح القوس لو دي هتبقى ترو هتختار لي كوارتر 3، لو ايلس هتبقى ايه ان ايه. نفس الكلام في الأخيرة أهو إف، وبفتح قوس لو دي ترو اختار لي دي إلس إن إيه، بقفل القوس. يعني هنا بدوس كده بتظهر لي، بدوس كده إيه بتختفي زي ما أنا. نفس الكلام هنا في الكمبيوتر بي، آدي إف بفتح قوس لو كمبيوتر بي ترو في البورت الاولاني اختار لي النتيجة دي إلس ان ايه خلاص، واقفل القوس اللي بعديها نفس القصة يساوي اف، وبفتح قوس لو دي ترو بختار كوارتر 2 إلس ان ايه، وبقفل القوس. وهنا بقول برضو ادي هنا ايه اف خلاص، وبفتح القوس بتاعي. ولو كمبيوتر بي ترو بختار هنا إلس، بختار ان ايه خلاص. وهنا اخر حاجة وهنا اف، وافتح قوس لو دي ترو اختار لي دي إلس، اختار لي ان ايه، وبقفل القوس بتاعي. بس كده واضحة. طيب انا لو دوست هنا
ظهرت هنا وظهرت هنا، خلاص بعمل ايه؟ باخد هنا جدول ده كده بعلم عليه، بروح على insert table، هيظهر لي التيبل الجميل ده، بتخش هنا تدوس على الايكون ده profit، تغير العنوان بتاعه زي ما انت عاوز، profit مثلا 2020، خلاص. بعد كده بتخش على الكومبيتيتورز، دول بتعلم على انت هنا الازرق اللي انت شركتك او خط الانتاج بتاعك الكمبيوتر او متعلم عليه، وتدوس رايت كليك وتخرج هنا عند الاتشينج سيريز تشارت تايب، وتدوس عليه بالليفت كليك وتغيره، تاخد اللينير هنا وتخش على التاني كومبيتيتور بي وتغير اللينير برضو، وبعدين بتدوس اوكي بتظهر لك كده. فانت عاوز تعرض النتائج بتاعتك لوحدك بتلغي الكمبيوتر الاولاني والتاني، وبتستعرض النتائج بتاعتك وبتتكلم عليها. بعد كده عاوز تقارن بالكمبيوتر الاولاني، بتدوس كده فبيظهر لك تقعد تتكلم عليه. خلاص عاوز تقارنه بالكمبيوتر التاني بتدوس هنا بيعرضه لك. عاوز تقارنهم الاتنين ببعض بتدوس على الاتنين ببعض، تظهر النتائج بتقارن كله ببعض. يبقى كده دي ازاي نعمل انتراكتيف تشارت، واتمنى ان تكونوا استفدتوا في وعرفتوا الطريقه. زي ما قلت لكم ممكن تخشوا تدوروا على حاجات تانية جوه الانتراكتيف تشارت. احنا كده انهينا يا جماعه السيشن السادس، اتكلمنا فيه على التشيك شيت وقلنا اهميتها ودورها وازاي استخداماتها المختلفه، واتكلمنا على ادينا مثال على التشيك بوكس على الاكسل، واتكلمنا مثال على الانتر اكتف تشارت اللي هو بتقارن بقى الداتا بتاعتك اللي انت جمعتها وازاي تعرضها بشكل كويس. كده يبقى احنا لقينا السيشن السادس، اتمنى ان تكونوا استفدتوا معايا، ونشوفكم ان شاء الله في السيشن السابع اللي هنتكلم فيها على الكنترول تشارت، ودي اتوقع تاخد مننا اكتر من سيشن نظرا لاهميتها والحجم الموضوع بتاع الكنترول تشارتس كتير شويه، هنحاول نبسطه مع بعض وبما لا يخل بالتفاصيل بتاعته، بحيث تعم الاستفاده عليكم كلكم ان شاء الله. ونشوفكم على خير. لو في اي حد سؤال سواء في التشيك شيت او في الاذر كواليتي تولز يكتبها لي في التعليقات تحت كل تولز وارد له عليها. ونشوفكم على خير ان شاء الله. معكم ايمن ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.